السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين دي غازيل. فيديو اليوم غيكون عباره عن فلوغ ديال ويكاند دوزتو ما بين اكادير وهواره. نبداو على بركه الله. هنا يا ماما تتصايب واحد الخبيزات معمرين رائعين بالزيتون وبصله وفلفله مشحرين فرماج. هنايا تحضيرات ديال قبل ما نسافروا، الليله اللي قبل ما نسافروا وجدنا بحال ما هكايا هاد الكريوسات هادو وصايبتهم ماما، تيجي ولداد بزاف. وهذا واحد الماسك كنديرو لوجهي فيه ياغورت والحامض. كذلك عجننا شويه ديال المسمن. هنا هذا المسمن هذا تشوفوا هنا العجينه راه مخوض منها هاد شويه هذا، بيسكو بناتي ولا بدا العجينه تياخذوا منها شويه يبقاو يعجنوا حتى هما يسمنوا. بنتي هنا العجينه ديالها دارت بها كما انكولي في عنقها. ضروري تتحتاجي شي حويجات ديهم معاك بحال ما هكايا في الطريق، الوليدات ياكلوهم راكم عارفين، ولا بدات يبغيو شي حويج يجوعوا ولا كذا. وخلاص حنا تنحاولوا ما امكن واخا نكونوا خارجين على برا نديو ماكله نقيه ناكلوها على برا. هنا هو المسمن تنطيبو فيه دغيا دغيا، ها هو كيجا تيجي رطاب ومورق من الداخل. درناهم غير صغيورين تنطيبو جوج في المقلة. هو كي تيتنفخ تيجي رائع بزاف. وهادو الكريسات من بعد ما وجدو ها هما كيفاش تيجيو، شتو كي تيجيو تيجيو رطبين ومورقين، تيجيو سميتو زوقناهم من الفوق بشويه ديال الزنجلان وشويه ديال الحب السوداء. ها هما من الداخل تيجيو عامرين من الداخل بديك البصله وداك الفرماج وداك الزيتون. صافي هادو هما التحضيرات اللي حضرنا. فقنا مع الصباح بكري شوية ديك السبعة وكدا كاينة، ما فطرناش قلنا تنفطرو في الطريق ان شاء الله. انا تتقاسم معكم الطريق، يلاه صايبوها ما بين اكادير وتيزنيت، يلاه تصايبت هاد الطريق رائعة بزاف بزاف. فوت تسالي لطروط في اكادير، صافي ما بين اكادير وتيزنيت تتكون الطريق خايبة بزاف، طريق صغيرة وعامرة. دابا لا وسعوها ولات الي وروتور، ولات صراحة زعما زوينة بزاف. شتو كيفاش ولات الطريق، ولات كبيره، ولات بحال لوطوروت نيت، ولات بحال تتم لوطوروت. ولات هنا بنيتي راه فرحانين بهاد الخريجه هادي، واخا الوقت بغات الربيع مازال ما كاينه لا ربيع لا والو، ان شاء الله ملي تصب الشتيوا عاد باش الدنيا تخضر وتولي زينه ان شاء الله. دينا معنا كلشي المسائل ديالنا اللي غادي نفطروا نحتاجوها، بيسكو انا ما تنبغوش ناكلوا الماكله ديال برا بزاف. الكريسات اللي صايبنا البارحه همايا، وهنايا مطيبين البيض والفرماج، هذا الخبز بالخميره البلديه صايبه ماما، تمزيت العود جبنات الفرماج، كلشي زعما الاحتياجات اللي غنحتاجو. وفي الطريق دزنا لحد بالفاع، هو عباره عن سوق تيكون سوق شعبي زوين تيعمر كدا، فيه اللي بغى ياخذ مثلا دجاج او لبيبي او اللي بغى ياخذ الغنم او بزاف بزاف بحال ما هكا تيتباع. كذلك فيه بزاف ديال الحوايج تيتباعوا فيه. كنا غنوقفوا في شي ستاسيون وليني جعنا، دونك اختارينا باش اننا نوقفوا في هذا السوق هذا الشعبي، نبدلوا الديكور ونفطروا فيه.
وهذا هنايا كنا في الكافي اللي جلسنا فيها حداها تيطيبوا الخبز. ما نقول لكمش السربيس كان على داك الخبز ديال تفرنوت، ما الناس واقفه بالنوبه باش تطيب باش تاخد الخبز ديالها، تيكون لذيذ لذيذ بزاف. راه خدينا وعاود عاوتاني كوموندينا واحده اخرى وكوموندينا البيض باش ناكلوه معاه، حيت هذا الخبز هذا رائع رائع بزاف. وهنايا هي الطريقه كيفاش تيطيبوا الخبز في هذا الفران هذا بحال ما هكايا. هنا شوفوا الناس راه واقفين، ما بغيتش نصور الناس دونك حاولت باش نركز غير على الفران. تيدير شويه ديال الزيت وتيدير فوق منه ديك الخبزه وتيورك عليها شويه بيدو، تيقرصها شويه بيدو وتيدخلها للفران وتطيبها فوق الحجر فوق المسونة فران ديال العواد. ما نقول لكمش كي تيجي، تيجي لذيذ لذيذ بزاف صراحة هذا الخبز هذا. صافي من بعد ما فطرنا كملنا الطريق ديالنا لمدينة هوارة، هذه الطريق للمدينة. وهذه هي لونطري ديال المدينة ديال هوارة او لمدينة ولاد تيمة، هي في الاصل نورمالمون سميتها مدينة ولاد تيمة. اون فوا دخلنا مشينا ديريكتومون عند العائله ديال الزوج ديالي، جلسنا معاهم واحد شويه وتغدينا. عاد باش في العشيه خرجنا مشينا للدار ديالي باش نشوفوها. انا كنت متحمسه باش نمشي نشوف الدار فين وصلت هي الاولى. دونك مشينا للدار شنا كيفاش فين وصلوا المعلمين فين وصل البني. كان بزاف ديال الطلبات جاوني على الدار فين وصلات. هنايا لقينا مول الفايانس مازال ما كملش، كان باقي خاصو الطواليطات بوحدهم هما اللي باقيين خاصينو، باقي خاصو البينوار ديال الطواليط، باقي خاصو الطواليط الفوقانيه حتى هي، دوك لي زاكسيسوار ديال الطواليط هما اللي باقيين خاصينهم باش يكملو. دونك مشينا شنا شنو هما المسائل اللي خاصينو. هنا راه نهار الحد ما تيخدموش، هنا بناتي فرحانين بيمو ودانون شاريه ليهم عمهم. صافي من بعد خرجنا كان واحد الحفل ديال تبوريضه في المدينه وكان كل شيء غايب تما كاينا. ومشينا حتى حنايا دينا وليدات يشوفوا هذا الحفل هذا ديال تبوريضه، شناهم حضرنا ليه واحد شويه. على بركة الله صراحة كان رائع هذا الحفل ديال التبوريضة، تتشوف هذه الخيالة وتتشوف هذا الموروث هذا، صراحة رائع رائع بزاف كان هذا الحفل ديال الخيالة هذو. هانتوما نخليكم مع هذه الأجواء هذه. تحية للحضور. لوندوما عيطنا لمول الرخام ما حد يجي تجيت المدينه، دونك كان ضروري انه نشوف الرخام فين الكوزينه نختاروه داكشي. هنا جا السيد عبر لينا شحال خاصو ديال الرخام ومشينا عنده، مازال حتى المحل تختارينا الالوان واختارينا شنو عجبنا. Thank you.
من بعد من ورا ما تغدينا في العشيه مشينا لمدينه اكادير دزنا نيشان ديريكتومون البريكوما. بغيت باش نشوف دوك لي زاكسيسوار اللي خاصين المعلم مول فايانس الدوش والطواليت الفوقانيه. بدايا كان خاصو البينوار، كان خاصو لي زاكسيسوار ديال لي غوبيني وداكشي، وما حد كاين نيت معايا ماما نختارو انا وياها، واخا راه داكشي كتير وزوين. ما لقيتش كل شيء، ولكن المهم اختارينا داك الشيء اللي غادي يحتاجه مول الفايانس باش يكمل الخدمه ديالو، حيت ما بقى له والو يخرج. وهذا هو البنوار اللي طاح الاختيار ديالي عليه، هو اللي خدينا. وكاين لي شوا بزاف ديال لي لافابو ديال لي غوبيني، ولكن مازال ما اختاريتش 100% شي واحد. بان لي شي وحدين عجبوني، ولكن قلنا تيسلمو الفايانس باش يبان لك لو ديكو اللي غادي ديريه في الاخر. صافي من بعد ما سالينا بغينا نخرجوا من هاد الاجواء ديال بريكوما وديال الدوره، نتقلب على الحويج داكشي. واخا بدا كاين تيستريسي، بغينا ما حنا جينا لاكادير نطلعوا لهنايا لاكادير وفلا نشوفوا المنظر ديال الغروب ديال الشمس. وكان الجو رائع بزاف بزاف، كان واحد الضبابه ولاني ما باردش الحال، بالعكس. ولقينا تما كنا اكادير وفلا لقيناه عامر بزاف، الناس تينقشوا، الناس الوليدات تيركبوا كدا على الجمال ولا الشوفال، بزاف بزاف لقينا الاجواء زوينه بزاف. طلعنا حنا حتى للفوق حتى للبلاصه اللي كاين اللور. شتي الاء شتي الطوموبيلات الطريق كتتبان؟ طلعنا حنا الفوق كاع هانتوما كيما تشوفوا الدنيا عامره بالحق، راه مازال خاصها شويه ديال الاهتمام، حيت واحد المنطقه سياحيه بامتياز هذا كديرو فيلا، وعندها حتى هي التاريخ ديالها. نتمنى انهم يزيدوا يقوموا بها ويزيدوا مازال يحاولوا ينظفوها باش تولي لائقه بزاف بالسياح اللي تيجيو ليها. يعجبني انا بزاف هاد الديكور ديال اكادير وفلا، ملي تتغرب الشمس و تيبقاو هادوك الضباب ديال لي فواتير تيبانو صغيورين و تيبان لك المنظر من الفوق. حاولت باش نقرب لكم الصوره باش تشوفوا كيفاش تيبان واحد المنظر رائع بزاف بزاف. نتمنى ان هاد الفيديو تنال اعجابكم، وعلى هاد الاطلاله الرائعه نخليكم في امان الله. على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.